اليوم صفقات نارية. امبابي اللي لسه لحد دلوقتي مش عارفين هو باقي في باريس سان جيرمان ام راحل الى حلمه لريال مدريد. هالاند اللي ولع الدنيا وصحيت على خبر ما اتعسوا لجماهير الكرة الانجليزية جميعا الا مانشستر سيتي بوجود هالاند مع منظومة جوارديولا في السيتيزنز. مصير ديمبيلي وبوجبا ورونالدو وكل الاخبار الحصرية اللي ممكن تتخيلوها في حلقة مميزة ومختلفة اليوم يا رزيع. النهاردة مش طالع اكلمكم لوحدي، مش جايب لكم اخبار الموريسي، ولكن جايب لكم اخبار من الاعلامي الكبير محمد سعيد الكعبي. فهذا الاعلامي اللي تميز جدا بالحصريات اللي بيعلنها عنده في السوشيال ميديا اول من اعلن عن صفقة ميسي وكان الجميع لا يتوقعها في باريس سان جيرمان. فروحنا بكاميراتنا الى قطر عشان نعمل لكم حوار مع هذا المبدع ونتكلم معاه في سوق الانتقالات الصيفي وماذا يحدث فيه. فاعملوا لايك رزيعة عشان ننوع لكم الحلقات الانتقالات ونكمل فيها، ولسه الدنيا ما فتحتش اصلا، يعني اللي جاي ولع اكتر بكتير. تابعنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، كله هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ويلا نذهب الى صديقنا محمد سعيد الكعبي ونتحدث معه. في حلقة جديدة من حلقات الانتقالات وبشكل جديد ومختلف، وإلى كاميراتنا ومعداتنا وإلى قطر حيث الإعلامي الشهير محمد سعيد الكعبي. منور الدنيا يا أستاذنا. أهلا مروان، ازيك؟ أخبارك إيه وأخبار الانتقالات على حسك إيه؟ والله كله تمام، وحشنا صراحة. طيب اللي برضو ما يعرفش يعني من المتابعين، أنا أسيب لكم يا جماعة لينكات محمد سعيد الكعبي موجودة تحت في الديسكريبشن، سواء الانستجرام سواء تويتر. هو أبرز وأول من يعني أعلن عن صفقة ميسي. عايزين قبل ما نخش في صفقات اليوم تحكي لنا نبذة عن ما حدث في صفقة ميسي، الصفقة يمكن الأشهر اللي خلت عليك الضوء كبيرة جدا، وابتدى العالم مش بس العربي، العالم الأوروبي أيضا يسمع لك ويسمع إيه الأخبار من عندك. فأنت بتجيب الحاجات دي منين؟ أول شيء توفيق من رب العالمين، ثاني شيء الله يسلمك. أنا يعني متابع الرياضة منذ الصغر، وكنت أكتب في تويتر يعني أحيانا في الرياضة وأحيانا خارج الرياضة. الموضوع كله بدأ بالصدفة لما أحد أصحابي في فرنسا ذكر لي أيام حقبة بارتيميو أن نيمار سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن كل هذه اللي كان يصدره بارتيميو للإعلام الإسباني كان مجرد فقط كلام. تذكر جات حقبة أو فترة كان يقولنا نيمار حيرجع لبرشلونة، فأن هذا موضوع يعني غير صحيح وأنا متأكد بنسبة 100%. رحت أنا كتبت التغريدة ورزعتها في تويتر على طول. رزعتها على طول. الموضوع خذ يعني أكبر من حجمه وخذ أصداء كبيرة. حبيت الموضوع، قلت محمد أنت دام إنه يعني بديت مع هذا الشخص ليش ما تكون علاقات برا وبشكل أو بآخر تحاول تكتب عن الرياضة عن الانتقالات. وحتى بدأت مش حصريات، هي بدأت يعني مثلاً أنا أتابع الخبر وأحلله وأشوف من أكثر من صحفي وأعطي رأيي فيه، يعني مجرد عادي. وكان يمكن الفولورز 10,000 أو 20,000 فقط. بعدين موضوع ميسي كانت عن طريق معلومة من صحفي إسباني. في ناس بتقولك ليش الصحفي الإسباني هو نفسه مكتب هذه المعلومة بالضبط. في بعض الصحفيين أو يعملون في صحف مش حرين يعني يقدر يكتب اللي يعني اللي هو حابه. احنا نعرف الإعلام الإسباني خصوصا إعلام مسيطر عليه، هناك في إعلام مدريدي في إعلام برشلوني، فهو ما يقدر يكتب أي شيء. فهو أعطاني هذه المعلومة فقط من صديق لصديق، وأنا كتبتها وتميت أتابعها وتميت لين اخر فترات سوق الانتقالات وانا مصر عليها. كنت انت واثق ان ميسي رايح باريس؟ ميسي رايح باريس موضوع منتهي. لكن في اخر تقريبا يومين في سوق الانتقالات كان فعلا في اتفاق بين برشلونه وبين ميسي على التجديد، وانا كتبت هذا الموضوع انه يعني انت تعرف يعني الاعلامي والصحفي يكتب اللي له واللي عليه. انا كتبت انه للاسف الصفقه تدهورت في الايام الاخيره، وان برشلونه خلاص راح يجدد مع ليونيل ميسي. طبعا هنا في ناس خدت هالشيء بشكل محترم، وفي ناس انت تعرف خدت انه فين الاخبار يا عم ومن هذا الكلام. بس دي نفس الاخبار اللي فابريسيو رومانو قالها برضو، يعني كان كل الاخبار بتؤكد ان هو مجدد فعليا. اي فعليا. ففي الساعات الاخيره جاني خبر يا عم، انا كنت نايم، صحاني اعلامي اسباني قال لي يا عم اسمع الكلام اصحى ميسي مش حيجدد. قلت له ازاي؟ قال لي اقول لك مش حيجدد. دخلت في السوشيال ميديا، لا الاعلام كله رايح على ان ميسي حيجدد. تاكدت من مصدر في فرنسا قال لك نعم ميسي مش حيجدد، وان احنا فعلا متى مره اخرى. رحت انا نزلت الخبر، كتبت
يعني صفقة تعرقلت بين صفقة تجديد تعرقلت بين برشلونة وليونيل ميسي، وخذ لك يا عم الشتاتي. لكن هذا هو الواقع للأسف، هذا هو. والحمد لله يعني كل شيء تم، وعلى طول انا في نفس اليوم صحيت رحت رفعت تيشيرت ميسي رقم 10، هذا اللي وداني ناحيه ثانيه. هي زي ما ليها ميزات كثيره زي ما ليها عيوب. الجمهور دايما بيبقى يعني على قد ما انت بتبقى مصدر موثوق بالنسبه لهم، على قد ما هو بياخد معلوماتك دي خلاص انا خدت المعلومه من كعبي فاذا هي حقيقيه، فبيحصل له احباط لما يحصل مشاكل بتبقى نابعه خارج ارادتك بتهيألي. يعني في لعيبه بتهيألي بتبوظ لك الدنيا بسبب مزاجهم، بيصحى من النوم خلاص انا مش عايز اروح. هل ده حصل او حصل او بيحصل معاك على طول؟ طبعا طبعا. شوف مروان، انا اول يوم كنت ازعل بصراحه، وكنت اتضايق، وكنت احيانا يعني مثلا حتى لو قاعد مع عائلتي اكون متضايق، هذا يعني كميه شتائم ومو عارف ايش. بعدين فكرت فيها بناحيه ايجابيه. اول شيء كان مره فابريزيو نزل خبر وانا حاط له جرس، اول ما نزل خبر رحت شفت واحد عربي كاتب له يا عمي انت بتهبد، يعني بتقول اي كلام. قلت حتى فابريزيو بيقول لك كذا، يعني جات علي انا المسكين. فكرت قلت كميه الناس اللي تشجعك وتصدقك اكثر من كميه الناس اللي احيانا ما يعني للاسف احيانا بتشتم واحيانا بتقول كلام شويه محبط. لكن للاسف لكن الحمد لله الحمد لله يعني خلاص بدينا وش نتعود. ثاني شيء بدات المصداقيه تكون اكثر. دائما انت تكون فرحان لما كبار صحفيين اوروبا متابعينك وانت ايضا متابعهم، واحيانا هم بيسالونك واحيانا انت تستفيد منهم. طبعا هم مش انا يعني انا اللي استفيد منهم مش هم اللي يستفيدون مني، لكن دائما في حتى احيانا يكون على سبيل الدردشه فقط. وتدري انت اغلبهم الان يعني بيعرف قطر بتأس العالم وحابب يجي قطر فيتواصل معك، فصار في يعني جو من المودة. لكن أنا رسالتي دائما تكون للمشجع العربي، وأنت ذكرتها قبل شوية، أنت يعني إحنا نعرف إحنا مشجعين العربيين عاطفتنا كثير أو متعصبين كثير، يمكن أكثر من مثلا لو مشجع مدريد يكون متعصب أكثر من الإسبان أحيانا يعني. صح صح صح. فأنت ذكرت الآن قبل شوية ترى اللاعب إنسان يعني يعني ممكن وأنا بجيلك بعدين في موضوع مبابي عشان اقول لك ان اللاعب يعني فعلا انسان. اللاعب يكون صاحي عادي وماخذ قرار معين، بينام بيصحى غير رايه، ضغوط من عائلته، دردش مع اصحابه، فكر وعاد تمعين بالبكر غير رايه. وهي دي المفاوضات، يعني المفاوضات بتتبني على هذا الاساس ان هو يقنع الشخص ان هو يبقى او يقنعه ان هو يرحل عن النادي، والامور بتصير في هذه يعني المجالات كثيره جدا. الشيء الواضح الان ان سوق الانتقالات سوق في متغيرات كثيرة، مش علم ثابت، مش شيء ثابت، في متغيرات، ممكن أي شيء يتغير في أي وقت. أنا اللي علي إني أنا على قد ما أقدر أحاول إني أخلي المتابعين الموجودين عندي سواء كانوا في تويتر أو في إنستغرام أو حتى في تيك توك إنهم يكونون أول من يأخذ المعلومة على قد ما أقدر. ممكن ما يكون أول ما يأخذونها أول شيء مني أنا، لكن أنا على قد ما أقدر أعمل اللي علي والباقي خليه على الله. طيب خلاص انا هاخدك من هنا واروح لك بقى على سيره التيشيرتات اللي وراك وعلى سيره الاشاعات اللي بتتقال عليك كتيره جدا، وخليني اصارحك بيها. الناس بتتكلم ان انت عندك مصادر بناصر الخليفي قريبه جدا، عندك يعني امكانيات ان انت بتعرف اخبار يعني سريه عن الناس، وشايفين وراك تيشيرت ميسي وصوره وتيشيرت نيمار وحتى يعني تيشيرت مبابي كمان. قول لنا الوضع بيدور في ايه دلوقتي، وقول لنا الاشاعات دي مبدئيا قبل ما نخش نتكلم صح ولا غلط. اول شيء انا والله العظيم يعني ما عندي اي معرفه في نصر الخليفي، يعني انا اتشرف في ذلك، ولو يمكن واحد غيري قالك نعم انا عارفه. انا السيد ناصر تواصلت معه يمكن مرتين في حياتي، مره لما فازوا في الذهاب على ريال مدريد باركت له ورد المباراه وكان سعيد جدا، يمكن هو يعرفني بالاسم وانا اعرفه بالاسم. ومره سابقه يوم اخذوا صفقه ميسي باركت له انه هذه راح تكون نقله يعني نقله نوعيه كبيره للنادي سواء من الناحيه الفنيه او حتى من الناحيه الاقتصاديه. فقط هذه المرتين اللي فعلا انا اتواصل فيها مع ناصر الخليفي. ما اقول لك ما اقدر اتواصل معه، اقدر اتواصل معه، احنا يعني بالغدر تعرف مجتمعنا صغير والكل يعرف الثاني، لكن انا فعليا والله ما اعرفه ولا اخذ المعلومات منه، وهو اصلا انسان يعني رئيس نادي ما راح يعطي اي شخص عادي حتى لو كان صحفي اي معلومات. فاوجه له التحيه، واحنا نعرف الفتره الاخيره في فرنسا السيد ناصر يعني بعد مباراه مدريد والخروج بهذا الشكل شوية الجمهور الفرنسي كان غير راضي، وإحنا دخلنا أنا يعني شخصيا دخلت معاهم في سبيسات ومساحات صوتية وتكلمت معاهم إنه يعني وين كان باريس وين صار بأمانة مش عشان في خطر طبعًا. حتى لو كان أي شخص ماخذ باريس بقول نفس الكلام يعني وين كان وين صار، وحاطت كل الدعم للسيد ناصر والله مش لأنه قطري لأنه عربي ولأنه فعلا يعمل
لكن في ناس في النادي ربما لا تعمل بشكل صحيح. لا ده حقيقي، انت بتتكلم على تاريخ النادي اتبنى في السنين الاخيره سواء شئت او ابيت. اه ما فيش دوري ابطال، ولكن بتتكلم على 8 دوري، بتتكلم على نجوم لم تتخيل انهم يلبسوا التيشيرت دي، بقى النادي في حته تانية خالص. ولكن ابرز نجم في النادي هو اللي عليه الجدل، ابرز نجم في النادي انت شخصيا قلت ان هو من شهور كتيره وانا بتابعك هو راحل بنسبه كبيره جدا يعني الى ريال مدريد. الصفقه تمت، الامور عماله تروح وتيجي، بتتدخل والدته، بيتدخل الرئيس الفرنسي، وبيتدخل الاداره. دلوقتي الكلام مطروح على الترابيزه ان مبابي فعليا بيطرح فكره التجديد، ان هو كمان فكره العقود، ان يعني بيدوله زي حقوق الصور بتاعته في باريس سان جيرمان بنسبه عاليه جدا. ريال مدريد ايضا بتعرض نسبه عاليه جدا تقريبا 60%. قول لي شايف الوضع ازاي مع مبابي؟ اديني يعني قرار، الراجل ده رايح مدريد الحلم هيتحقق ولا باقي مع باريس سان جيرمان؟ اول شيء في الصيف السابق في الانتقالات الصيفيه لما انا طلعت وخليت قميص كليان مبابي يعني بريال مدريد، كان الموضوع منتهي، وكان نادي ريال مدريد عرض على باريس سان جيرمان مبلغ 200 مليون، وبالفعل نادي باريس سان جيرمان وافق على هذا المبلغ، وحتى وصل الحال، ممكن تتاكدون من صحفيين اسبان كثير، وصل الحال ان نادي ريال مدريد جاب المحامين وتموا يحضرون العقود وكل حاجه، فجاه نادي باريس سان جيرمان غير الراي في هذا الموضوع. ولو تلاحظ المبلغ كان 200 وبعدين ارتفع صار 220، الناس كانت تقول 218. ليش صار هالكلام؟ لان بعد ما نادي باريس سان جيرمان غير رايه وبلغ اداره ريال مدريد انه خلاص احنا مش بايعينه حتى ب 200 مليون، وهذا الشيء اللي الكل استغرب منه، سواء نادي مش مفهومه سواء جايين انه مش ممكن لاعب بعد 6 شهور يطلع بشكل مجاني، انت تفرط ب 200 مليون، انت شريعة عامه ب 180 مليون، ف رفع النادي ل 220. وللاسف كان ريال مدريد يتواصل مع باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان كانوا ما يردون عليهم، لان احنا نعرف كان في الايام اذا ما خبطني كان في الساعات الاخيره حتى يصيروا يتغلط، مش الايام الاخيره اذا ما خنقني ذاتي. فاللاعب حتى طلع وايد كلام، الكلام اللي انا اقوله بعدين بعدها بكم شهر طلع في اتوقع في ليبرسيان يعني يمكن او مع الليكب مش متاكد في مقابله بالفيديو، وقال انا رميت الكره في ملعب باريس كان يبيعني وحصل عليه بشكل يعني حصل اموال مقابل بيعي، او انه ينتقل او اني انا اخرج بشكل مجاني. هذه كانت الرساله الواضحه اللي كان اللاعب يقولها، وكان الكلام كله لين حتى يمكن في اليوم الخامس او اول اسبوع من رمضان ان اللاعب خلاص انتهى وقراره 100% لاعب لريال مدريد. الى الان انا اقول لك قرار نفسي انا اشوفه لاعب مع ريال مدريد، لكن ايش اللي صار والسؤال اللي انت سالتني اياه، اللي صار الله يسلمك اكثر من شيء. اول شيء نادي باريس سان جيرمان قام يرفع في سقف العروض المقدمه عروض خرافيه، وتعرف احنا يعني في النهايه الانسان يدور مصلحته. نعم في ناس تفكر بخلاء حلمه ريال مدريد، نعم حلمه، لكن يعني 100 مليون بونص دي كبيره برضه سمعت كده. ايوه اول شيء دخلوا معاه ناس، دخلوا على الخط ناس كبار في فرنسا وخارج فرنسا. اللاعب او عائله اللاعب طبعا تفكر ما بعد مرحله كره القدم انا راح استفيد من الناس هذول اللي انا قدرتهم الان. الناس ما في ناس ما تاخذها بهالطريقه، هي مش فاهمه. لا انا اليوم احط نفسي مكان كيليان مبابي، لما يتدخل الرئيس الفرنسي الحالي والاسبق في الصفقه هذه، ولما تتدخل شخصيات كبيره ورفيعه المستوى من خارج فرنسا، هذه الشخصيات انا بكره بيكون لي فضل، مش فضل يعني كانه انا ماخذ لي جميله عندهم احراج شويه، هذه الدنيا للاسف، والمبالغ الكبيره اللي قاعده تتقدم. وايضا كان موضوع حقوق الصور، موضوع حقوق الصور جدا اللي امس طلع جدا مهم. ليش جدا مهم؟ في ناس اليوم يقول لك امبابي يا عم موقع العقد مع مدريد، كيف موقع العقد وهو ما اتفق الى الان عن حقوق الصور؟ هذا دليل على ان الكلام كان كلام فارغ. امبابي ما عنده لا عقد مع ريال مدريد ولا عقد مع باريس سان جيرمان. امبابي نفسه الى الان، وانا اقولها لك انا مسؤول عن كلامي، الى الان لاعب لم ياخذ قرار. نعم يميل لريال مدريد، لكن اللاعب نفسه متردد. عائلته كانت في قطر في اخر اسبوع تقريبا في رمضان، وانا طبعا ذكرت ان والدته ما كانت في قطر، اول مره اقولها عن طريق الحلقه هذه، انا ذكرت ان والدته ما كانت في قطر، لكن للاسف اتضح لي بعد، وهذا مش شيء غلط انا اعترف، اتضح لي انها نعم كانت في قطر والتقت مع مسؤولي باريس سان جيرمان هنا في قطر، وطلبت اشياء حتى خارج كره القدم، يقال انها طلبت اشياء خارج كره القدم، وانه ما تم الموافقه على جميع ما طلبته، لذلك صارت تسريبات اخر يومين ان هناك اتفاق مع باريس سان جيرمان، وبعدين طلعت والدته وقالت لا احنا ما عندنا اتفاق مع باريس سان جيرمان، يقال ان والدته هي اللي تسرب الاخبار ثم تنفيها. يعني
يعني عشان تاخذ افضل عرض سواء كان من هنا او من هنا، عماله ترفع. ايوه اللي بيعطيها عقد افضل بتروح. خلي بالك انا قلت معلومه انها في قطر دي في الحلقه اللي فاتت في رزع الانتقالات، قلت انها جت قطر واتكلمت. وخلي بالك الفابريسيو انا بعرف حاجات قبله. قول حط اللي بتحطه. انا انسان شفاف، لما اغلط اقول انا نعم انا غلطت في المعلومه الفلانيه واصححها. ده الجميل اللي بيديك كمان ثقه، ان يعني مش عيب انك تطلع تقول معلومه وبعد كده تصححها، ده بالعكس بيديك كريديبيليتي اكتر للناس. صح في ناس كثيره تفهم هالشيء وفي ناس والله ما تفهم تاخذها بطريقه اخرى، لكن انا اهم شيء عندي المصداقيه دائما وابدا. حتى في موضوع امبابي، لما انا ذكرت ان امبابي بدا يتراجع في الفتره الاخيره وبدا يفكر ان والله انا ممكن اجدد، قلت ان هذا الكلام يناقض ما قلته انا انه كان الرجل حاسم قراره. لكن انا اقول الحقيقه مهما كان الثمن، هي الحقيقه قبل كل شيء. نعم اللاعب كان مغرر 100%، الان بدا يتراجع وبدا يفكر، ولكن الى الان انا اقولها هو يميل الى ريال مدريد اكثر بكثير. طبعا في امور اخرى، بصفقات اخرى قد تغير من راي اللاعب، لانه يقال ان اللاعب لا يفكر فقط ماديا، ايضا يفكر بمشروع النادي، من هو المدرب الجديد، ما هي التدعيمات اللي راح تصير مع الفريق، ومن هذه الامور. طبعا يتم الضغط على اللاعب ان انت لو استمرت بعد موسم راح تكون هدف تاريخي للنادي، لان احنا نعرف اظن يمكن 20 هدف او 15 هدف بقينا اذا ما خلت الذاكره، يعني رقم مش كبير يقدر في موسم. ثاني شيء يقول لو احنا حققنا ذات الاذنين دوري ابطال اوروبا انت بتكون بتتصل التاريخ بانه او البطوله الاولى. فيتم الضغط عليه من اشياء كثيره، ايضا الضغط عليه في موضوع زيدان، ان احنا لو جبنا زيدان انت من زمان حلمك ان انت تلعب تحت قياده مثلك الاعلى، وفي كلام كثير. طيب نفس الفريق بيدور الكلام على امبابي، ولكن بيدور الكلام ايضا على نيمار وميسي. الجمهور ابتدى يزوم عليهم في الفتره الاخيره، الجمهور ابتدى يضغط على الاداره ان احنا مش محتاجين، بالعكس احنا محتاجين امبابي، ممكن نفرط في نيمار او ميسي. نيمار طلع قال ان انا قاعد عندي عقد مكمل محدش ليه دعوه بيا، ولكن ميسي انت شايف تجربه ميسي ازاي؟ طبعا يعني بدون شك نقدر نسميها تجربه ما هياش الافضل، تجربه يعني اقل من التوقعات بكتير قوي 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 عن ميسي وحلم باريس سان جيرمان. هل يبقى، هل في مصلحته انه يبقى، هل كلام رجوعه لبرشلونه ده وارد او في نطاق الطبيعه اصلا، ولا هو باقي مع عقده حتى نهايته مع باريس سان جيرمان؟ لا شوف مروان، اول شيء احنا خلينا نتفق اتفاق او يعني نقول حقيقه واضحه. شوف نادي باريس سان جيرمان دائما في اي صفقه انتقالات يفكر بشيء، يعني يفكر من ناحيه اقتصاديه اللي هي عفوا مش اقتصاديه، من ناحيه فنيه ماذا سيعمل في ارض الملعب، وناحيه اخرى رفع العلامه التجاريه للنادي. وهذا ما شفناه احنا لما عملوا مع باستوري مع بيكهام مع بوفون، دائما يكون نجم النادي يفكر في اشياء اخرى، ان النادي هذا تزيد شعبيته ماركتنج اكثر ودعايه اكثر يوم نيمار اجى حساب واحد عند نيمار الفلورس فيه اكثر من مجموع حسابات باريس سان جيرمان كلها. فكل يعني من امريكا اللاتينيه ومن خصوصا من البرازيل اجوا للنادي، تابعوا النادي، مشجعين نيمار. ثم بعد في موضوع ميسي، موضوع ميسي اقتصاديا وشعبيا رفع كثير من النادي. النادي جاته ثلاث عروض ابرزها من عفوا جاته ثلاث صفقات ابرزها من شركه كريستيان ديور العالميه اللي هي بتاعه البرفانات فيشن اظن هي ماركة عالمية وشركات أخرى جات. يقال أن ميسي دخل من بيع القمصان أكثر من مجموع ما دخلوا قمصان نيمار ومبابي في 2017 من بيعهم. فهذا الموضوع منتهي منه، لكن فنيا مثل ما تفضلت أنت مش هذا المستوى المرجو، مش هذا ميسي، مش هذا الخرافي طبعا، مش هذا البر صراحة. إحنا ما نعرف هل هو حاط، هل هو يعني اللاعب نفسيا متاثر من خروجه من برشلونه، اكيد في جزء نفسي بهذا الموضوع، ايضا في حظ. هل اللاعبين نفسهم مش مرتاحين من المدرب؟ لانه يقال، وانا ما اقصد اني انا اسيء بشكل او باخر لبوتشيني، ولكن يقال ان يعني اللاعبين مش مع بوتشيني، لان بوتشيني يقول لك اصلا ما يتكلمون معاه كثير، خلاص يوم قبل المباراه بيوم يقول لهم خطه بكره كذا وانتهى الموضوع، يعني ما في نقاشات حتى بعد الخسائر ما في نقاشات. يقال ف بوتشيني للأسف كان المدرب الصحيح. فعشان ما نطلع برا موضوع ميسي، ميسي أنا متفائل إن شاء الله إنه راح يرجع بقوة الموسم القادم. ميسي باقي لن يخرج، باقي نعم ميسي لن يعود لبرشلونة
كلاعب على الاقل، على الاقل في حقبه لابورتا. ميسي تم خيانته من لابورتا، تم خيانته من بيكيه، فكلنا نعرف هذا الشيء مش سري ولا هي شيء حصري من عندي انا، الكل يتكلم عن هذا الموضوع. فهو لن يعود في حقبه لابورتا، وحتى لو عاد ربما يعود في منصب اداري غير وليس بحقبة لابورتا. أوكي، آخر صفقة عندنا في باريس سان جيرمان عشان ننهي مجالات هذا النادي الكتيرة قوي، وهو اللاعب بول بوجبا. بوجبا حاليا يعني أعلن من يومين ثلاثة إشاعات إنه هو بيقرب من مانشستر سيتي وجوارديولا بيتكلم معه، ثم انتهت هذه الإشاعات إنه هو غير ذاهب خالص لمانشستر سيتي عشان ما يفقدش حتى جمهوره في مانشستر يونايتد. والكلام دلوقتي يعني ما بين طرفين، هما اليوفي وريال مدريد، وكمان طبعا معهم باريس سان جيرمان، او الثلاث اطراف دول. شايف باريس سان جيرمان ممكن تقدر اللاعب تقنع اللاعب ان هو يعني بالاموال اللي معاها، وان هو خاصه لاعب فري، ان هو ينضم للجالاكتيكوس مع وجود زيدان السنه اللي جايه؟ انا حسب مصادري وحسب اللي انا اعلمه ان باريس سان جيرمان حسم صفقه بول بوجبا. ده رسميات اهي، نو مور الاخيره، باقيه بس توقيع العقود. هذا حسب اللي انا سمعته وشبه متاكد منه. ايضا اللي انا متاكد منه بنسبه 100% واول مره اقولها، ان بوجبا لن يذهب الى مانشستر سيتي اكيد 100%، لعوامل كثيره منها اللي ذكرتها شوي، انه هو في مانشستر يونايتد، وحسب المعلومات اللي عندي لن يذهب. ما اعرف هل حد بيتكلم بعد تسجيل هذه الحلقه، هذا شيء رجع له، لكن هو لن يذهب اكيد. ريال مدريد كان مهتم في الصفقه، لكن الان بعد تألق كما فينجا الفترة الأخيرة، ريال مدريد غير مهتم في بول بوجبا. اليوفي بيعشق الصفقات دي برضه، ولاعب سابق ولاعب ببلاش، ويحب هو قوي يحط ايده كمان على نقطة ضعف واضحة وصريحة في نص ملعبه مش موجود. لكن مثل ما قلت لك انا، انتقال مبابي هو يعني مفتاح لصفقات كثيرة راح تصير في المستقبل، واحنا جايين في الكلام. زين الدين زيدان لو درب باريس سان جيرمان، طبعا بول بوجبا من زمان يحلم باللاعب تحت قيادته. ففي كلام كثير، لكن انا قلت لك حسب المعلومات اللي عندي ان النادي حسم صفقه بول بوجبا لديه، ويعني باقي فقط توقيع العقود. باريس سان جيرمان مش عايز ينتهي. وقبل ما اقفل موضوع باريس سان جيرمان، لازم نتكلم عن عثمان ديمبيلي وأزمته الشهيرة مع برشلونة. الراجل خد فرص كتيرة جدا تحت تشافي، الراجل بيحاول يقنعه بالبقاء، الراجل بيتكلم ان هو يعني بيبني عليه السنة القادمة ان شاء الله تشكيلته. ولكن ديمبيلي شخص مقلق، شخص يعني بيتقال دلوقتي اشاعات ان هو تم التعاقد رسميا مع فريق اخر غير برشلونة، هو عايز يعلن بس في نهاية الموسم عشان الجمهور ما يزومش عليه دلوقتي. هل اتفق ايضا زي بوجبا مع باريس سان جيرمان؟ قول لنا الحاجات دي حقيقة ولا اشاعات. شوف، نعم 100% عثمان ديمبيلي عنده اتفاق مع باريس سان جيرمان. نعم 100% عنده اتفاق مع وكيل اعماله موسى سوكو منذ الشتاء. برشلونة كان يطمح أن يتم شراء لاعب من قبل باريس سان جيرمان بمبلغ 30-40 مليون في انتقالات الشتوية. باريس سان جيرمان قال ليش أنا أدفع هذا المبلغ في عثمان ديمبلي وأنا يمكن ما لعبه؟ يعني إحنا نعرف لو موجودين قدام نيمار، ميسي، كيليان مبابي، فأنا ما راح ألعبه. فلو أنتم عاوزين ممكن نتفق معاه الآن على العقود، على بنود العقد وكل حاجة، وإحنا نأخذه بشكل مجاني في الصيف. موسى سوكو اتفق مع النادي فعليا، لديه اتفاق شفوي عشان نكون واضحين. لكن من ناحية أخرى موسى السوق قاعد يلعب، هنكون واقعيين، هو قاعد يلعب يحاول على قد ما يقدر. شوف الآن عرض باريس هو أكثر من عرض برشلونة. طبعا احنا نعرف رغبة عثمان ديمبلي هو البقاء في برشلونة الآن. اللي قاعد يعمله موسى السوق هو يلعب، وإحنا كلنا شفنا اللقطة الشهيرة يوم كان نازل وصل مطار باريس، أظن كان وصل مطار برشلونة، كان بيعمل في الهاتف او الموبايل كذا عشان يبين ان ليوناردو عمل الاتصال. فسبحان الله، ليوناردو عمل الاتصال لما هو مر بالكاميرا. الان تشافي يريد عثمان ديمبلي، وحسب معلوماتي عثمان ديمبلي يريد الاستمرار مع النادي، ولكن يريد عرض افضل. فهو يضغط بعرض باريس، انا عندي اتفاق مع باريس واتفاق اكثر بكثير مما انتم اعطيتم، مما انتم يعني اعطوه برشلونه. لذلك يترفع انت برشلونه العرض حتى لو مش اللي انا اعطيه، لكن ترفعه شويه اكثر، او انا راح انتقل لباريس سان جيرمان. لذلك هي لعبه واضحه والقرار بيد اللاعب. فاذا يعني قرار محسوم يمكن يكون لديمبيلي، ممكن يكون مؤثر شويه تشافي، ولكن الفلوس تعمل كل حاجه. وعجبني باريس سان جيرمان قوي فكره الصفقات الكتير اللي بيجيبوها ببلاش، فكره دلوقتي انهم خلاص بتتكلم على بوجبا وديمبيلي، اتنين برضو بدون مبلغ مالي مدفوع.
عجبني الثقافه ان احنا مش بندفع وخلاص، احنا بندفع في لعيبه يعني ماديات ضعيفه جدا ولكن بنراضيهم ماديا اسبوعيا. شايف ان الثقافه دي ممكن تكون ناجحه جدا لباريس سان جيرمان في الفتره اللي جايه؟ اول شيء حسب قيمه اللاعب، قيمته الفنيه والاقتصاديه، وثاني شيء حسب النادي راح يدفع كم مكافاه التوقيع. بالظبط، اللاعبين ممكن ما يتم يعني ما يندفع لهم مكافاه التوقيع. لما نتكلم قبل شوي عن كيليان مبابي، باريس سان جيرمان وعد مكافاه التوقيع 100 مليون، يعني كانه شاري لاعب جديد، فهو يفرق على قيمه اللاعب اصلا اللاعب مين. بالظبط، هو مش هيقدر يروح يجيب بال100 مليون دي مبابي، فهو احسن له ان هو يدفع حاله، فهو ده ذكاء. قلت لك يفرق قيمه اللاعب. طيب اخر حاجات سريعه عايز اكلمك فيها، طبعا يعني انا لابس لك السيتي مش لاسباب فراغيه، انا لابس لك السيتي عشان الخبر اللي صحيت عليه عكنن انا شخصيا، اللي هو احنا ناقصين يا جماعه مهزله في الدوري الانجليزي. عم هالاند رسميا في كل الاخبار الموثقه في انجلترا بتؤكد ان الراجل تم التعاقد مع مانشستر سيتي، وجوارديولا يحدد المهاجم ورأس الحربة في السنين القادمة هذا البغل هالاند. رأيك إيه؟ شوف أنا من يعني من انتقالات شتوية، وأنا دائما أقول أن صفقة هالاند لها محورين. المحور الأول اللاعب يرغب اللعب مع برشلونة، وأنا قلتها بشكل دائم ولي فيديوهات كثيرة نص ناقلات تحت على التيك توك، كنت أقول دائما بهذه الطريقة بالضبط، ان رغبه اللاعب برشلونه ثم مانشستر سيتي، وبدرجه اقل بكثير باريس سان جيرمان. لكن وكيل اعماله الراحل ريولا كان يريد نقله الى مانشستر سيتي لاسباب اقتصاديه واسباب اخرى. الاسباب الاقتصاديه كان اهمها ان نادي مانشستر سيتي راح يدفع مكافاه للاعب، وراح يدفع مكافاه لمن ريولا نفسه، وفي نفس الوقت ان اللاعب بعد سنتين، هو كان يريد عقد 3 سنوات، بعد سنتين ممكن ينقلب ريال مدريد، يكون بشكل او باخر انتهت حقبه كريم بنزيما مع ريال مدريد. صح، هذا كان ذكي، هذا طيوله. اللاعب كان متجه للانتقال الى برشلونه، وشفنا احنا اكثر من مره يعني الاعلام الاسباني كان يصدر هذا الشيء، انه نعم هالاند سينتقل الى برشلونه. لكن يبدو لي، وبسبب الاخبار اللي اليوم طلعت وانا ما تاكدت منها للامانه، لكن يبدو لي ان اللاعب في النهايه يريد تلبيه رغبه وكيل اعماله، اللي هو يعني علاقتهم جيده جدا، ممتاز، بل هي ممتازه بعد ما توفى ومات. يعني يبدو لي انه هو يريد تحقيق رغبه وكيل اعماله باللعب، يمشي بالنصيحه، يمشي بالنصيحه، وفي نفس الوقت حسب تفكيرهم هم يعني انه هو يعني بعد وفاته انا اريد تلبيه رغبته. الامور العاطفيه بتتدخل. واذا الناحيه الثانيه على طول نلاقي برشلونه كانت بتبحث عن هالاند، متاكده انهم بيبحثوا عن مهاجم. فشفنا دلوقتي الاخبار اللي كسرت المانيا ايضا، وهي رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ. الراجل خلاص شايف ان حقبته انتهت، شايف ان هو عمل كل حاجه، شايف ان دوري الابطال بعيد عنهم دلوقتي مع البايرن، عايز يروح يجرب تجربه جديده. والاقرب حسب التقارير والاخبار ان هو رايح برشلونه بمبلغ 40 مليون. هل الكلام ده حقيقي؟ شايفه ازاي برضو يا كعبي؟ شوف انا حسب معلوماتي انه لديه عرضين على الطاوله، واحد من برشلونه وواحد من باريس سان جيرمان. ما اقولها لاني انا اشجع باريس، برضو ما اقولها لاني انا اشجع، لكن باريس طبعا هو حاطله يعني اكيد خطط اخرى في حال رحيل كيليان مبابي. وانا ذكرت في بث مباشر عبر انستغرام وايضا عبر المساحه الصوتيه سبيس في تويتر ان باريس سان جيرمان يعني حتى مع الفرنسيين في تويتر ذكرت ان باريس سان جيرمان يعني يجهز التعاقد مع راس حربه سوبر. وسالت هل هو ليفاندوفسكي او لا، قلت لهم انا نعم ليفاندوفسكي، وايضا لاعب اخر يعني يفكرون فيه بديل ليفاندوفسكي لو لم تتم صفقة ليفاندوفسكي. الآن مثل ما ذكرنا كان قبل قليل مفتاح كل شيء هو كيليان مبابي، هل سيخرج أم لا؟ هو اللي هيحرك جميع الصفقات الأخرى في كل الاتجاهات. نعم نعم، التوجه كان في إسبانيا، وكان تيباس رئيس رابطة الليغا كانوا يعني يحاولون على قد ما يقدرون أن يخلون مبابي في الريال وهالاند في برشلونة لإعادة صفقة رونالدو وميسي. طب ما عندك ما عندكش حاجة كده بيني وبينك يعني عن أرسنال وإحنا داخلين دوري الأبطال وكده؟ يا ليت، إحنا بس نقول يا رب نفوز على توتنهام المرة القادمة. يا رب يا رب يا رب يبقى وشك حلو علينا إن شاء الله، ونجيب صفقات بقى، وتقعد تقول لي بقى حصريات للصبح وجبنا مين. ما كنا نقنع الواد هالاند. دوري الأبطال إذا فازوا على توتنهام طبعا راح يفتح الباب للتعاقد مع نجوم، مع يعني كثير من اللاعبين ونجوم، لأن إحنا نعرف في أوروبا دائما طموح اللاعب دوري أبطال أوروبا حتى لو كان مجرد المشاركة. أكو واقعي
تعاقد الان تجديد مع ارتيتا مره اخرى حتى 2026، بالاضافه الى حسب ما سمعت ويمكن انت سمعت ايضا ومشجعين ارسنال جنرز ان المدرب موعود بمبلغ يعني مش قليل للتعاقد في صفقات في السنة. لذلك نقول لازم موضوع تأهل لدوري الابطال لازم مباراه توتنهام نعطيك المره الخميس، هستنى منك رسالة واحنا بنحتفل وبتبارك لي على دوري الأبطال يا رب. رونالدو رحل عن اليونايتد أم يبقى سنة أخرى في العذاب وتجربة إيريك تنهاج اللي لحد دلوقتي مش عارفين هو هيعتمد عليه ولا لا، ولا عايزه أصلا ولا لا؟ شوف موضوع رونالدو أيضا تكلمت فيه فترة اللي فاتت ولا زلت أنا عند كلامي، لا أحد يعلم القرار لرونالدو نفسه، لا صحفيين ولا صحف ولا أي حاجة، لأن موضوعه تدخل في أكثر من أطراف أبرزهم سير فرغسون. سير فرغسون قاعد يحاول اقناع كريستيانو رونالدو مثل ما هو متسرب ان انت لازم تحافظ على ارثك مع مانشستر يونايتد، ما تطلع في الوقت الحالي، لان خروجك في الوقت الحالي بعد هذا الموسم الكارثي يعني يعطي رسائل غير ايجابيه لمشجعي مانشستر يونايتد. احنا عرفنا كريستيانو رونالدو وصل من العمر 36 الان او 37، فلازم يطلع الان. هنستحمل يطلع دلوقتي دوري ابطال من غير رونالدو وهو في اخر ممكن سنه لي؟ حرام. مش هذه هي على قولتهم القشة التي قسمت ظهر البعير. موضوع دوري الأبطال هو كان يعني آخر وسيلة ممكن تقنع رونالدو بالاستمرار. الآن أنت احنا نعرف أن رونالدو مشكلة عاطفي شوية، يعني ممكن يستمر موسم آخر وممكن لو حصل عرض من نادي آخر ممكن يروح طبعا. فموضوع رونالدو لا أحد يعلم إلا هو، لكن السؤال من يستطيع دفع راتب كريستيانو؟ نادي واحد. هل نقدر نشوف ميسي ورونالدو الحلم يتحقق مع زيدان في باريس سان جيرمان السنه الجايه لو طلع ايضا امبابي؟ ده السؤال اللي عايز اختم بيه الحلقه. شوف هذه لو صارت مصيبه كريستيانو ورونالدو، ميسي، نيمار، زيدان هو مدرب فريق ويقدر يسيطر على المجموعه هذه كامله، هذه بتكون مصيبه، لكن راح تكون ضغوطات كبيره على النادي لان راح يكون مطالب بتسعير كثير ورفع سقف التوقعات بشكل كبير. منطقيا لا تحدث، نفسيا اتمنى انها تحدث الصراحه. تتمنى نشوف رونالدو يعني احنا الان نشوف راموس وميسي فريق واحد ما نصدق الصوره، فما بالك انت كريستيانو رونالدو معاهم وليفاندوفسكي وبوجبا وديمبيلي؟ لا لا كثير الصراحه. كثير كثير كثير. تنورتنا يا كعبي وانا سعيد جدا بالحديث معاك الحقيقه النهارده، كان حديث مشوق وقلت لنا على اخبار حصريه ودائما وابدا بيتمتعنا، وانا شخصيا يعني بغض النظر انا متابعك وبحب جدا الاخبار اللي بتنزلها سواء على تويتر او السبيس اللي بتعملها او على انستجرام، شغلك متميز دايما ونورتنا ولازم ما تكونش اخر مره ان شاء الله. كلك ذوق يا كعبي ونشوفك ان شاء الله مره ثانيه، وكفايه رزع قوي لحد كده حبيبي. السلام عليكم. يا رب رزيع تكونوا استمتعتوا بالحوار، انا شخصيا استمتعت بيه جدا، عرفت اخبار حصريه. قولوا لي رايكم في الحلقه، قولوا لي يعني كان ناقصنا ايه ما اتكلمناش عليه نتكلم فيه في الحلقات اللي جايه، قولوا لي مين الصفقات اللي شايفينها فعلا هتتم من الحاجات اللي قلناها ومين اللي رزع في رزع صافي. وكالعاده دايما وابدا سيبك من الفابريسيو وركز مع الموريسيو في هذه الحلقات، افتح تنبيهاتك وخليك جاهز، تابعنا عشان نوصل مليون رزيع وكون معانا في العيله، تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكفايه رزع قوي لحد كده.